الزخمة المليء بالمواجهات المثيرة سواء هنا بوهران أو بالعاصمة. وفي هذه اللحظات يعطي يوسف جمو حكم المباراة ضربة الانطلاق لهذه المواجهة، كرة أولى لمولودية الجزائر السعية للاستثمار في مشاكل فريق مولودية وهران. في الجهة المقابلة ماليتيم حارس مولودية الجزائر مر من هنا وحمى عارين الحمراء، واليوم هو في مهمة الدفاع عن مرمى فريق مولودية الجزائر، والهدف الأول. جول 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 لفريق مولودية وهران. بني علي يفك الشفرة ويحل العقدة ويسجل الهدف الأول لفريق مولودية وهران. 1-0 لأبناء الحمر أمام أبناء العاصمة. كنا نقول أن أسامة ليتيم مر من هنا وحمى عرينا الحمراء وهنا بملعب الشهيد أحمد زابانة بوهران، ولكن هذه المرة لم يتمكن من أن يحرس مرمى فريق مولودية الجزائر ويمنع هذا الهدف الأول والجول الأول في هذه المباراة. الحمراء ويسجلون وفي النتيجة يتقدمون عبر بن علي بن عمر بكرة ثابتة وبرأسية يحولها إلى شباك الحارس أسامة ليتيم. 1-0 لفريق مولودية وهران عند الدقيقة 26. بن علي بن عمر برأسية يحط الجول الأول في هذه المباراة، وفرحة عناصر فريق مولودية وهران بهذا الهدف. شوف أنا في غفلة من دفاع فريق مولودية الجزائر خرج على الطرف الأيسر من هناك وحط الجول الأول لفريق مولودية وهران. 1 لمولودية وهران، 0 لمولودية الجزائر. بداية الشوط الثاني هل يريدون تأمين النتيجة بثاني الأهداف في هذه المباراة، خصوصا وأن مولودية الجزائر عندها كل الإمكانيات للعودة في النتيجة. كرة لصالح فريق مولودية وهران، وهنا الهدف الثاني. نعمان براس يسجل ثاني الأهداف لفريق مولودية وهران، الهدف الثاني للمولودية الوهرانية، الجول الثاني في هذه المباراة. كنا نتحدث عن تأمين النتيجة وبالهدف الثاني يرد علينا نعماني. 2-0 لمولودية وهران أمام مولودية الجزائر. كرة مرة أخرى من كرة ثابتة وبرأسية نعماني يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. اليوم المدافعون بلون المهاجمين، المدافعون بلون المهاجمين اليوم، المدافعون المحوريون لفريق مولودية وهران النعماني وبن علي يتمكنان من تسجيل الهدفين في هذه المباراة. كرة أخرى وخطأ دفاعي آخر من جانب فريق مولودية الجزائر، وأسامة ليتيم يتلقى ثاني الأهداف في هذه المباراة. ثنائية رد لفائدة مولودية وهران أمام مولودية الجزائر، والصاحب التمريرة مرة أخرى مراد بن عياد هنا بالرأس من بن علي. بن علي الذي سجل هذه المرة هو الذي كان صاحب التمريرة الحاسمة بالرأس لنعماني الذي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني، والهدف الثاني له هذا الموسم بعدما كان صاحب هدف الفوز ضد نادي بارادو. اليوم يسجل الهدف الثاني ضد مولودية الجزائر. واقعية فعالية من جانب أبناء الحمري أمام مولودية الجزائر في وسط حيرة المدرب التونسي. الكرة في اللحظات الأخيرة الماضية، كرة لفريق مولودية وهران. بن عياد يعود سالما معافى يخرج هذه الكرة، راحت لفريق مولودية وهران. هنا كونتر اتاك لفريق مولودية وهران، انطلاق عن طريق ياسر بن عريبي. هل هي كرة الهدف الثالث؟ ضاعت الكرة. ماذا يقول حكم المباراة؟ هل هي هدف أم لا؟ فعلا هو الهدف الثالث لفريق مولودية وهران. صارت النتيجة 3 كاملة من جانب فريق مولودية وهران. أقسم بالثلاث أن يضرب بالثلاث وأن يضرب
يكفر بالنقاط الثلاث في هذه المباراة. هل دخلت الكرة؟ الحكم احتسب هدفا ثالثا لفريق مولودية وهران. كما قلت أقسم بالثلاث أن يضرب بالثلاث وأن يخرج بالنقاط الثلاث من هذه المباراة. 3-0 لمولودية وهران أمام مولودية الجزائر. في كرة سنرى إعادتها، سنرى بالريبلاي كيف كان الهدف الثالث. هنا الهجمة المرتدة، 4 لاعبين ضد 4 مدافعين. ياسر بالعريبي بيسراه، أسامة لتيم. هل دخلت الكرة؟ فعلا دخلت الكرة. سنرى بالعرض البطيء هنا من ياسر بالعريبي الكرة الأولى، أسامة لتيم خرجها، سنراها من زاوية أخرى. من هذه الزاوية التصدي هنا مراد بن عياد، كرة دخلت فعلا، وهدف ثالث لفريق مولودية وهران. 3-0 للمولودية الوهرانية أمام فريق مولودية الجزائر عن طريق هذه المرة مراد بن عياد.